شفتي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط. خليكم مع أم اللي عندها ثلاثة ديال الأطفال، ياك ثلاثة، جوج ديال الأطفال اللي كانت كتعيش حالة تشرد، ومن بعد النداء ديالها عبر قناة شوف تي في دخل واحد المحسن اللي جزاه الله خيرا، واللي كان ليهم يعني كان في الدار وبقى كيخلص ليهم لواحد مدة طويلة. لكن طبعا كيف ما كنقول دائما اللي كتعطي كتعيا، هي كتقول بانه عندها اطفال باقيين صغار ما تقدرش تسمح فيهم واش تمشي تخدم غير اون طوندو او لا، في انتظار انهم يكبروا شي شويه ويوليو يعولوا على راسهم وتخرج تخدم على راسها. كتقول بان الشخص اللي كان كيخلص الكرا ما بقاش لظروف خاصه ديالو، الله يحسن العوان، وهي الان بغات اللي يكمل هذا الاجر هذا باش ما تكونش عرضه للشارع هي والاطفال ديالها، جوج ديال الاطفال. هنا بغات توجه رسالتها لكل يعني اللي كيبغي يدير الخير، ولي الدنيا راها قصيره والدنيا فايته، فداتك يا فاعل الخير، لانه باش يكمل هذا الاجر هذا ويكمل يعني الخلاص ديال الكرا ما يخرجش من الدار. شحال تخلصي؟ 20,000 درهم. تخلص 1000 درهم زائد الموضوع يعني واحد 1100 درهم، هي 22,000 ريال. نخليكم معها تكلمني على المعاناه ديالها في الاول والان شنو هي الرساله ديالها. السلام عليكم. في الاول كنتي كتبرانتي وليداتك؟ السلام عليكم. بعدا انا كنت كنعيش، كنت كاريه شحال هذيك، الراجل خدام الحمد لله كنا عايشين. من بعد صافي راجلي ما بقاش خدام، جمعنا الكرا ولينا كنعيشوا التشرد هنايا في الزنقه. صافي كنعسوا ديما في الزنقه، كان ولدي باقي صغير وكنت حامله ديك الساعه بنتي. صافي كنا كنعسوا في الزنقه لمده شي 6 شهور ولا 5 شهور ما عقلتش مزيان. المهم انا ما كنتش كنعس حيت كنراقب ولدي كنخاف عليه. كنا مره كيعطيونا الناس المحسنين بحال وجهكم ناكلو كل مره وكيفاش عايشين. بقينا في حاله هكا، صورتي معنا اختي انت فاطمه الزهراء واحد اللايف، كانت تعاون معنا واحد المحسن الله يجازيه بخير وكثر خيره، عاوننا في الكرا مسكين. كان كل شهر كيصيفط لي فلوس الكرا وفلوس الموضوع، ولكن النهار اللي عيا قال لي انا عندي شي ظروف خلص عليا مده 5 شهور صافي وحبس عليا. اختي دابا هنا عاوتاني تجمع عليا الكرا اختي، وما عنديش انا باش نخلص راجلي ما خدامش. انا اختي ما يمكنش ليا نخدم حيت دابا باقا عندي بنت صغيره صغار من هاد الوليد، يلا عندها شهر 4 غدير 3 سنين، ما بقيتش اختي جات باش نخدم. اختي دابا عاوتاني راه غادي نتشرد للزنقه، راه كل مره وفين كندور، كل مره اختي هازه ولادي وفين كندور، مره كناكلو مره ما كناكلوش. ربي اختي اللي مطالع بحالها، راه حالتنا راه انتوما تشوفوا حالتنا راه غادي تعلموا، واحد راه عالم بها الله. ويلا اختي توفى ليا الاب ديالي كان مريض، يعني ما عنديش شي واحد اللي غنمشي عنده، مولاي غادي يمشي اختي يرتاح عندها، راه هي مات لها الاب، راه كتقاتل على الزمان، الله يحسن العوان اختي لاي واحد. اختي جيت ندير هذا اللايف بغيت الناس المحسنين بحال وجهكم يتعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير. دابا اختي راه جمعت عليا 5 شهور ما لقيتش اختي كيفاش ندير ليها، كل لقيت اختي كيندير راه نمشي نخدم، نمشي اختي ربي اللي مطالع على الحاله. يعني باش تمشي تخدمي عندكي مشكل؟ عندها اختي مشكل في الدراري، الا بغيت ندخلهم الروض قالوا لي 6000 ريال الواحد، عندي جوج 12 فريه اختي، منين غتجيني انا 12 فريه كل شهر؟ ساعة اختي جيت درت هذا الفيديو بغيت غير الناس بحال وجهكم يتعاونوا معايا، حيت كاينين شي ناس بعد مرات تقول لك حنا كنتفلاو، ولا كيقول لك كنتفلاو ويجيو لعندنا فين حنا كاينين، يجيو ما يخلصوا مولا الدار، يهضروا بينهم وبين مولا الدار ما يعطيونيش ما يصونيش عيا ما حتى شي حاجه، حيت الاغلبيه كيتفلاو، حيت كيكون شي واحد كيتفلا كيخسر على كلشي، راه الواحد راه مطالع بها غير ربيكم، علاش غادي نتفلاو وغنجيو نبينو هكا وجهناكم، بغينا نتفلاو ما نبينوش لا وجهنا. ما انا اختي هذا الفيديو ما قدرتش نديرو كي راه اختي راه وصلات فيا على قبل ولاد اختي، راه ما عندي ما ندير. صلاه اختي العظم وتختي الناس بحال وجهكم يتعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير، الله يوقف معاكم في هاد العواشر هادي. كان اختي خدام ما بقاش خدام، حتى اختي راه عنده الام ديالو مريضه، والله يحسن العوال لاي واحد. مع الناس زعما تقول يمشي عند عائلته ويجلس عندها ولا عند امي، انايا واحد كاري على قد الحال، والله يحسن العوال لاي واحد. شنو رسالتك للناس اللي كيبغيو يديروا الخير؟ اختي بغيتهم غير الشهر، الله يجازيكم بخير، ديروا على وجه هاد الوليدات ما ديروش على وجهي انا، الله يرحم ليكم والدي. انا بغيت غير فين نستقر انا وولادي، الله يجعلني ما ناكلش ما نشرب، غير فين نلقى فين نسكن انا وولادي، الله يسهل عليك مرحلتي ربي اللي عالم بها، حق الله العلي. والله توفى لي اختي الاب ديالي عرفتو، ما نعاودش لك الدروره بزاف. كنبقى اختي الاب ديالي وما نقولش في هاد الحاله هادي، ولكن ما عندنا ما ندير جات معنا الله مرحبا بها. ما بغيتيش تعيشوا نفس السيناريو؟ ما بغيتش نعيش في الزنقه حيت تكرفص في الزنقه، كنت ما كنعش. واحد النهار كندايز واحد الشم كان حاشك كان غادي يهز لي الولد باقي صغير، ملي حصلته قال لي لا كنت باغا نغطي لك، ما كنتش كنعس، راه كنت اختي شفتي حالتنا كدايره ودوزنا فيها العيد الكبير، حالتنا ربي اللي كان عالم بها. ما بغيتش اختي نعس نعيش نفس الظروف عاوتاني. بغيتي وليداتك يكبروا في واحد البيئه اللي هي نقيه؟ اختي بغيت اختي تعاون معايا على وجه الوليدات، الله يرحم لكم الوالدين، الله يكثر خيركم، الله يوقف معاكم.
ذكرينا برقم الهاتف ديالك. 06 49 41 83 12. طبعا المشاهد انا شفت هي اللي بغيت توصل معها هذا هو الرقم الهاتف. اللي دا شي خير يلقى عند الله. طبعا هذه حياه اللي هي قصيره. اللي دا شي خير راه غيلقى. الى هنا نقولكم دمتم بألف خير والى اللقاء.